قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الآية الكريمة تتحدث عن صراع حضاري، هذا الصراع بين جند الله وجند الشيطان. المؤمنون هم جند الله، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الله سبحانه وتعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومقابل ذلك ماذا عليهم أن يفعلوا؟ قال: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. هذا الصراع قائم بين الرساليين الذين يحملون رسالة الله في الأرض، وبين الطواغيت والمجرمين الذين يحاربون رسالة الله في الأرض. المؤمنون المجاهدون في سبيل الله يمثلون جند الله، والطواغيت يريدون فرض إرادتهم على أولياء الله وعلى جند الله وعلى عباد الله بخلاف حكم الله سبحانه وتعالى. المستكبرون يريدون أن يعبدوا من دون الله، ويريدون أن يستأثروا بخيرات الله في الأرض ويمنعوها عن عباد الله. هناك من يقف ويقاتل في صف الله، وهناك من يأتي ويقاتل في صف الطاغوت. الذين يقاتلون في سبيل الله يرجون من الله سبحانه وتعالى الرضوان والجنة وإحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة. والطغاة والمستكبرين يجندون جنودهم من أجل أن يقيموا حكمهم خلاف حكم الله، يطمعونهم في دين في دنيا وزخارف الدنيا. بإمكاننا أن نكون في صف الطواغيت وننعم ببعض ملذات الدنيا، وبإمكاننا أن نلتحق بصف المجاهدين في سبيل الله ونبيع أنفسنا لله، بحيث تكون: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كل حركة من حركاتي وكل سكنة من سكناتي وكل قبضة من قبضاتي وكل هتاف من هتافاتي يكون لله سبحانه وتعالى. ويكون حينها يتجلى وعد الله سبحانه وتعالى بأن يصيبنا إحدى الحسنيين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم عذاب، أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. نحن أيها الأحبة، حينما نقف في وجه الظلم والاستبداد ونقارعه ونتحداه ونقدم القرابين تلو القرابين، فإننا نقف في صف الله وفي صف جند الله. أيها الأحبة، ينبغي أن نوسع الأفق. هذا الصراع
الذي بين عباد الله وعباد الطاغوت، بين جند الله وجند الطاغوت، هو امتداد لرسالة الأنبياء منذ بدء الخليقة. نحن حلقة من هذه الحلقات. منذ أن بدأ الخليقة، منذ أن جاء الأنبياء بالرسالات، جاء الأنبياء بالرسالات، بدأ هذا الصراع. هناك من يدعو لتوحيد الله في الأرض وأن تكون راية أن لا إله إلا الله في الأرض، وهناك من يتحدى إقامة راية لا إله إلا الله. عندما نقول راية لا إله إلا الله فإننا نقصد العدالة، ونقصد القسط، ونقصد أن يحكم الله سبحانه وتعالى. ولكن الطواغيت يريدون أن يحكموا بأهوائهم وملذاتهم وإرادتهم خلاف إرادة الله سبحانه وتعالى. لذلك الطاغوت هو من لم يحكم بما أراد الله سبحانه وتعالى. نحن إذا وسعنا نظرتنا للصراع فإن كل تظاهرة في قرية من قرى البحرين وكل مواجهة مع هؤلاء الطغاة في البحرين يكون أحد حلقات المواجهة بين جهة الحق وجبهة الحق وجبهة التوحيد وجبهة الشرك والكفر والنفاق. إذا خرجنا في مظاهرة ونحن نعتقد أننا جند لله ونريد إقامة حكم الله في مقابل جند الشيطان وجند الطاغوت، فإن صراعنا يختلف. نحن جزء من الصراع الممتد في الأرض. نحن عندما نخرج في تظاهرة في البحرين فإننا نكون شركاء للذين يصارعون إسرائيل على حدود فلسطين المحتلة. عندما يكون صراعنا من أجل الله نكون شركاء في مع المجاهدين الذين يجاهدون في العراق ويجاهدون في سوريا ويجاهدون في اليمن. إذن المعركة واحدة. الذين يجاهدون في باكستان، إذن المعركة واحدة والصراع واحد. لذلك ينبغي حينما نتحرك نتحرك بهذا المنظار الواسع، وهو الصراع بين جبهة الحق وجبهة الباطل. لذلك أي نكسة، أي انهزام، أي تراجع، أي ضعف، فإنه يؤثر على ساحة الصراع الكبرى، يؤثر على ساحة الصراع في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي باكستان وفي اليمن وفي كل ساحات المواجهة بين الحق والباطل. لذلك نحن غير مخيرين. اليوم بعض الإخوان يطرحون بأنه ينبغي أن نراجع حساباتنا وأن نضعف وأن نتراجع عن بعض مطالبنا. المسألة ليست بهذه المستوى، المسألة أكبر من ذلك بكثير. المسألة هي صراع بين جبهة الحق والعدالة وجبهة الاستكبار وأمريكا. مشروع داعش هو مشروع أمريكي. داعش الذي يقاتل في سوريا والذي يقاتل في العراق هو مشروع أمريكي يريد إخماد وإطفاء نور الله سبحانه وتعالى، والله متم نوره ولو كره الكافرون. لذلك أيها الأحبة الأعزاء، ينبغي أن نصبر وأن نستمر، لأن علينا مسؤولية كبيرة، وإن أي تراجع أو ضعف أو وهم فإنه يضر المعركة الكبرى. شهداؤنا الأعزاء إذا نظرنا إليهم في هذا السياق وفي هذا المنظار فإننا نرى عظمة عطائهم، نرى عظمة فدائهم وتضحيتهم، لأنهم ضحوا من أجل قضية كبرى. ولكن إذا حددنا المعركة والصراع وأصبحت نظرتنا للصراع في هذه الجزيرة الصغيرة البحرين، فإن عظمة الشهادة وعظمة الشهداء تصغر بصغر القضية. فقيمة الشهادة والبذل والعطاء بقيمة ما يقدمه الإنسان من أجل القضية التي ضحى من أجلها. اليوم كلنا ممهدون، كلنا مهددون بالقتل والاعتقال والتعذيب. فالمعتقل
الذي ينظر إلى عذاباته بأنها تأتي في سياق الحضارة، في سياق الصراع الحضاري بين جبهة الحق وجبهة الباطل، فإن كل ألم يتحول إلى لذة لأنه في سبيل الله. المطارد الذي يطارد ولا يجد مأوى في البحرين عندما يرى وينظر إلى آلامه ومعاناته أنها في سياق الصراع الحضاري بين جبهة راية التوحيد وجبهة راية الشرك والباطل، فإن هذه العذابات وهذه المعاناة تهون بالنسبة إليه. عوائل المعتقلين، عوائل الشهداء، إذا أصبحت نظرتهم إلى الصراع بأنه صراع حضاري فإن كل معاناتهم تهون. نحن امتداد لتضحيات الأنبياء، امتداد لتضحيات الأئمة عليهم السلام. في الختام لا يسعني إلا أن أوصي أحبتي الأبطال المجاهدين في البحرين بالصبر والاستقامة والثبات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أبناء شعبنا المظلوم وأن يفك إسرانا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.